في المحاضرة السابقة انطيتكم جدول تقريبا هو نفس هذا الجدول، يعني ماكو فرق عنه، تقريبا نفس الجدول هو بالضبط، ولكن هذا طولي، ذاك كان يعني هيك مخطط ومقسم، وهذا ايضا هو نفس الجدول ماكو فرق. احنا تتذكرون لما اخذنا الفا قلت لكم فريجاتيف يعني احتكاكي، وقلت لكم الليبيو دنتال باكيت تتذكرون، قلت لكم الثيا دنتال، هذا اللي كان نفس النظام، ولكن هذا الجدول حقيقة انا اشوفه افضل بمعلومات اقوى واحسن من ذاك يعني. فعادي انت وين ما تحب تقرا اقرا، المهم انه تحفظ جدول، يعني هذا الشيء المهم اللي اريدك تقراه. يعني مثلا عندك الفيف ريجاتيف والى اخره، هذا اللي اعطيتكم اياه بالمحاضرة السابقة وقلت لكم اريدكم تقرونه. طيب وانطيتكم ايضا شغلة مهمة اخرى وهي هذا الرسم، قلت لكم هذا الرسم لازم تحفظونه لان هذا الرسم كلش مهم وراح يفيدكم ويسهل لكم المادة كثير. طيب واخذنا لكم يعني مثل ما تذكرون البارحة اخذت لكم شلون الرسم صاير، هذا ذكرنا هذا الرسم كلش مهم لازم نقرأ جيدا. طيب اللي ما قرأ يعني وما ضبطه، اليوم فرصتك تقرأ تراجع مرة أخرى يعني، وصدقني راح تتندم هواية إذا ما قرأته وإذا ما رجعت حفظت هذا الرسم وهذا المخطط. اللي طبعا الملزمة أبشركم كملت، ملزمة الصوت كملت، هذا الجدول وهذا الرسم أريدك تحفظهن. الآن يمكن يجيني سؤال شلون تجي استاذ بالامتحان، يعني هواي يجيني استاذ هذا الرسم شلون راح يستفاد من عنده بالامتحان. طبعا اليوم راح نشوف هسه، واريد ايضا مشاركتكم وياي، راح افتح لكم المايك واريد ايضا كلكم تشاركون وياي، خليكم ويانا واريدكم تشاركون وياي هسه. هذه التفاصيل هاي النوتس ما كلهن جمعت لك اياهن بجدول، خليت لك الصوت لها ومميزات الـ P والـ B، مميزات الـ T والـ D، مميزات الـ K والـ G، يعني شغل كامل مرتب، بس تيجي تقعد تقرأ حكي كله مرتب، ما يحتاج لا بعد تدور بالكتاب وتدور بيهن وتخربط بيهن كاملات، لاني مجهزات ومرتبات كلهن 14 صفحة، يعني 14 صفحة، يعني سبع أوراق بس، سبع أوراق تضمن نجاحك مادة الصوت، سبع أوراق بس بعون الله سبحانه وتعالى، واختيارات وصحة وخطأ وفراغات. بس أريد من عندكم مشاركة الرابط، نتعرف هسه عن الأسئلة اللي تجي بالامتحانات بالنسبة للجدول، هذا الجدول شلون يجي بالامتحانات؟ يجيك السؤال بالامتحان، ركز يمي، يقول لك الأستاذ exemplify أو give an example، أكيد هذا الطلاب اللي هسه يسمعوني اللي موجود ببعض الجامعات الأستاذ جاب لهم هيك سؤال، قال give example، أنطي مثال بمادة الصوت، حتى منه حمرات يجيبونها give example، من يقول لك جاب لكم اياها مو صحيح؟ يا جامعة جامعة شوف، اذا هاي جامعة الموصل جايبينها، وجامعة بغداد هم شفتها هسه جايبينها، وجامعة البصرة هم جايبين هيك اسئلة. يقول لك give an example، يقول لك انطي مثال، شي يقول voiced libudental fricative، بالله خلي ندور انا ياكم بهذا الجدول وين اكو voiced، يابا وين الvoiced؟ هذا الفويس طلاب عيني هسه دا نشرح، عوفوا الأسئلة بعد نهاية المحاضرة نعطيكم مجال تسألون وتستفسرون. طيب يقول لك يلا كلكم وياي voiced libudental fricative، وين الفويسد يابا؟ الفويسد وين الفويسد؟ هذا voiced libudental fricative، الفيل والفي راح نختار الفي، إذن هذا هو الحل، إذن تكتب له في ويفضل تحط له بكلمة بعد أفضل، مثلا تقول له على سبيل المثال مثلا very او مثلا clever اي شيء voice اي شيء، يجيب لك كلمه سهله بسيطه وضعها خلاص. هذا المثال الاول. شوف نعطيك مثال اخر، يقول لك هنا مثلا voiceless bilabial stop، يعني صوت توقفي bilabial voiceless voiceless bilabial stop. طيب وينه ستوب؟ هذا البي بايليبيال فويسلس، اذن البي نعطي مثال علي مثلا باي يدفع. لا نجيب كلمه سهله طلاب، جيبوا كلمه سهله لا تجيبون كلمه صعبه يعني. اذن اختارينا صوت البي. هذا السؤال منين جبناه؟ هذا التمرين من خلال الجدول. اذن من تفهم الجدول راح تقدر تحل اي نقطة تجيك شوف كله قال لك مثلا bilabial nasal
بايليبيال نيزل. نعم زين، نيجي وين مثلا؟ مثلا قال لك فيلر نيزل، بالله خلينا ندور وين اكو فيلر نيزل. فيلر نيزل فيلر نيزل فيلر نيزل نيزل فيلر ان الانج يا بنت. انا مثلا الانج ونحط له كلمه مثلا نقول له ريدنج، خلاص هذا الموضوع انتهى. اي صوت يجيب لك اياه انت عندك جدول هذا تقعد يوميا تاخذ لك فت خمسه فت خمسه اصوات. هاي هنا حتى راح احدد لكم اياها اني ان شاء الله، كل وحده بلون. اول خمسه مثلا نوب، ثاني يوم ثاني يوم ايضا تاخذ لك فت خمسه نوب. يعني منها للامتحانات اذا تاخذ لك كل يوم خمسه انت مخلص نهايه الماده زين. فكل يوم تاخذ لك مجموعه وتقعد تقراهن، كل يوم مجموعه وتقعد تقراهن خمسه خمسه او عشرة بكيفك عادي حسب انت حفظك الى ان السيطر عليهن. انا راح الون لكم اياهن ايضا حتى من تستلمونها جاهزه ملونه. فكل يوم تستلم لك مجموعه تقراهن تقعد عليهن ترتبهن تصفطهن وتحفظهن. الماده سهله وبسيطه وقعد اقراهن تضمن لك سؤال كامل. مو بس هاي، مو بس هاي، هسه راح نشوفها باسئله اخرى، هسه راح نشوفها باسئله اخرى شلون جايه طبعا. وهذا الرسم كلش مهم راح يفيدنا بالتعاريف. طبعا هاي التعاريف اليوم ما راح نلحق ناخذهن، تعاريف ان شاء الله باكر ناخذهن. هسه انا ايش راح اسوي؟ راح ارجع لكم من البدايه. من البدايه اخذنا اول محاضره هذن النقاط والاختيارات وحلناها، اللي ما شايفين يرجع يشوف الماده مره اخرى. واخذنا هذن ايضا شابتر اول، مو شابتر اول ما اجيب، انا ما راح اتكلم عن شابتر الاول وشابتر الثاني، انا راح اجيب اسئله جايبتها الجامعات والاساتذه وجبت لك اياها اسئله. اي فمثلا هنا سؤال يقول لك، يقول لك the use of colon هاي النقطتين with vowel فراغ ويا من تقول له to show longer than other حتى يبين صوت العله الاطول، to show longer حتى يبين انه طول العله طويله بالضبط. يقول لك النقطه 8 فراغ the method of representing هو طريقه تمثيل each phoneme by symbol called تسمى phonemic transcription، يسمونها phonemic transcription. طبعا هذا مجاوبه اني حام خلي الكياب بلون اخضر، هذا بس تقعد تحفظه لين يجيك بالامتحان. سؤال 19 يقول لك the term literal المصطلح جانبي means معناه، هذا جوابه قدامك، معناه the air passes around the side of the tongue. من نقول جانبي معنى ان الصوت يمر من خلال جوانب اللسان. يا طلابنا الاعزاء اتوكل على الله، اقعد اقرا الماده شد حيلك قبل الامتحانات، هذا مستقبلك، لا تخلي التليفون يضيع مستقبلك، لا تخلي صديقك اللي مقضيها ضحك واخير السنه يرسب ويطلع دور الثاني، لا تخلين زميلتك اللي هي جوز مستواها احسن من مستواك وقاعد تلهيك، اهتم بمستقبلكم يا اخوان، هذا مستقبلك. باكر تتخرج تدور على تعيين ماكو، لان قضيتها كلها ماكو قرايه، ولانك متخرج لا تقدر تدرس خصوصي مستواك مو زين، لا تقدر تحصل تعيين، لا تقدر تسافر لان اصلا ما تقدر تحكي انجليزي. توكل على الله سبحانه وتعالى وقعد اقرا، ولا تقل لي الماده صعبه، اكيد صعبه، لازم تقرا، لازم تتعب، لازم يشد حيلك، لازم تواجه صعوبه، توكل على الله سبحانه وتعالى وقعد اقرا، وهذا مستقبلك قدامك. هذا نقطه 19. خلينا ناخذ نقطه 20. يقول لك when the t occurs initially لما الت يصير بالبدايه by vowel it is called عفوا وين لا مت لا لما اللا يكون initially في بداية الكلمة ويجي وراء علة شو نسميه؟ نسميه clear L clear لا. طبعا هذا هو أساتذة يجيبون بالامتحانات تعريف اللا clear النوع ال L، أو منقول لك مثلا عرف اللا، هذا هو تعريفه، ونفس الوقت يجي فراغ. هذا نقطة 20. نقطة 21 يقول لك when producing P stop من نحكي صوت الب the lips form صوت الباء شبي الشفتين، الشفتين ايش راح يصير بيها؟ complete culture at some point in the vocal tract راح يتوقف الهواء. ليش ليش يتوقف؟ لان هو اصلا صوت توقفي، لان هو اسمه صوت توقفي. نقطه 20 the sound which is voiced fricative الصوت اللي نسميه احنا مهموس والفلر فريجاتيف شنو هو؟ اللي هم الس والز والد وال. هذني منين جبتناني؟ بالجدول موجودات، هذني موجودات بالجدول كلهن، لأن كل الموجودات بالجدول. سؤال آخر يقول لك voiceless fricative sound in the word، يقول لك الفricative voiced من هم أيضا هذول موجودات بالجدول. هذا الحكي كله موجود بالجدول، يعني تحفظ الجدول وهذه الأمور كلها سهلة.
طيب 21 يقول لك ثرو اوت ذا برودكشن اوف ذا تانج اللسان شي يصير بي هاي ملا هذا فراغ دائما يجي بالفاينل يقول لك هاز ا كيرفد شيب له شكل مقوس وذا تيب بوينتينج توارد ذا هارت بالت اللسان ياخذ شكل مقوس عند نطق صوت الره عند نطق صوت الره سؤال 25 يقول لك الفونيم فراغ يعتبر شنو الفونيم ذا سمولست يونت اصغر وحده صوتيه اصغر وحده صوتيه the place of articulation نطق صوت الشيء is هذا هذا هو يجي بالامتحانات والطلاب يقول لك استاذ والله ما موجود بالكتاب والله صحيح كلامك ما موجود بالكتاب بس انا شارح لك اياه نعم اقلك دكتور هذا من ضمن الجدول من ضمن الجدول بالضبط من ضمن الجدول يقول لك the place of articulation مكان النطق بالنسبه لصوت الشيء والله خلينا نشوفها بالجدول وين موجود عندنا بالجدول الشيء شوف الشيء هذا البليس الشيء وين الشيء الشيء هذا وينه الشيء بلاتل الفلر او نفسه مرات يسمونه بلاتل الفلر او يسمونه ايضا في بعض الاحيان بلات الفلر او بلاتل عادي يعني هو بلات الفلر المهم يكون عندي بلات يكون عندي الفلر يقول لك for all the prediction sounds لكل أصوات الاحتكاكية the lungs push the air through the narrow opening كل الأصوات الاحتكاكية يكون هنالك بها ضيق تمام طيب the larynx contains larynx تحتوي على ال vocal cords تحتوي على ال vocal cords larynx تحتوي على ال vocal cords هذا فراغ مهم جدا The palate divided. The palate يقسم إلى soft palate والhard palate والalveolar ridge. ثلاث فراغات مهمة جدا. ثلاث فراغات كلش مهمة. طيب. والله العظيم ذن الأسئلة كلهن من الجامعات جايبينها. مجمعهن من كل الجامعات. كلها راح تجي بالامتحانات. وراح تجي وتقول الأستاذ جت أسئلة خارجية. طبعا أسئلة خارجية إذا أنت حافظ لك نقطتين من الكتاب وجاي وتقول أنا قاري. النقطة 30. الأصوات القوية في نهاية الكلمة. Please, at the end of the lecture, you can ask any questions. But now I am explaining the lectures. After ending the lecture, you can ask me whatever you want. طيب. Strong consonants, الأصوات القوية, at the end of the word, في نهاية الكلمة. شو تسوي? Shorten the preceding vowel. يا أبا هاي الملاحظة شقد مهمة. يعني ما أكو سؤال. ما أكو نقطة فرع بالامتحانات بأي شهر إذا ما جاي يقول لك الأصوات القوية تخلي أصوات العلة اللي قبلها شورتر أقصر هاي ملاحظة كلش مهمة كلش مهمة هاي الملاحظة ركز لي عليها جدا احفظ لي شورتر واحفظ لي حتى بريسيدينج فاول يعني ممكن الأستاذ يجيب لك الفراغ بريسيدينج فاول وحتى ممكن يقول لك ذا سترونج كونسنت حتى هو هم يجيب لك فراغات يعني هي معلومه احفظ لي اياها يمك وشلون ما اريد يجيب الاستاذ خلي يجيبها الاصوات القويه تخلي ال- 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 الاصوات العله اللي قبلها قصيره شي يجيب لك فراغ اللي يجيب لك اذا جاب لك بالبدايه انت تحطها اذا جاب لك الشورت تحطها اذا قال لك بريسيدنج فاب حطها المهم انت تفهم الفكره اهم شيء فاهم الفكره وتجاوب جواب دقيق ومرتب مثلكم يا مرتبين طيب اللترز الحروف تكتب والاصوات تلفظ هاي ايضا ملاحظه مهمه vowels are جميع الفاول تعتبر voice تعتبر اصوات مهموسه vowels must be learning by listening and imitating هذا السؤال جامعه بابل جابوه بالامتحانات الشهريه وانا ذاكره بالملزمه وجتني وحده من الطالبات قالت استاذ الاسئله صعبه وخارجيه وما موجوده واقسم بالله العظيم انا دازل هي قبل الامتحان بفتره يعني هيك يومين ثلاث ايام قايل لها ذني فراغات مهمه ونصا جاي هذا السؤال vowel must be learned by listening by فراغ نصا بالضبط هو موجود بالكتاب نصا انا جايبه وجايبينه بالامتحان الشهري وعلي هم بكتها اربع درجات يعني بكتها ما اتذكر بالضبط يعني علي درجه vowels اصوات العله تقسم الى symbol وdiphthong وvowel sequences Simple vowel are long and short. الأصوات البسيطة تكون long وشورت. تكون long وشورت. طيب. أيضا عندي سؤال آخر اختيارات.
يقول لك from point of view manner of articulation for the sound p manner of articulation اللي سود البي يعتبر شو نعتبره manner of articulation البي شو نعتبره weak voiced short stop من يجاوبني من يجاوبني ها stop بالضبط لأن البي هو توقفي هذا السؤال أغلب الطلاب من يشوفونه ينصدمون يقول لك هذا منين جاي ما يبو يا شبيك يا يعني شبيكم ما تقولوا لي هذا كله موجود بالجدول كله موجود بالجدول طيب سؤال آخر in the production there is narrowing هنالك ضيق عند نطق هذا الصوت من هي هذه الأصوات خلينا نشوفها هل هي نيزل هل هي فريجاتيف هل هي لترالز هل هي ستوب فريجاتيفز أحسنتم لا مو ستوب الستوب ما يصير عندك ضيق الستوب يصير عندك احتكاك التوقفية يكون عندك احتكاك عند نطق الأصوات ف ذا ف عفوا ب توقفي أما الفريجاتيف يكون هنالك ضيق بها ضيق لذلك هو ضيق الهواء يسبب احتكاك طيب سؤال آخر يقول the tongue is not involved اللسان لا يشترك في نطق هذه في نطق هذا الصوت التاء الهاء الباء الن الهاء لا 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 صوت الهاء من هو قال أساسي من هو اللي قال أساسي من هو اللي قال أساسي من هو اللي قال أساسي انطق صوت الهاء انطقه انطق صوت الهاء لا هو أصوات العلة كليتين تقريبا أغلبهن اللسان مو المهم هو باعه هو صوت الهاء صوت الهاء إحنا سميناه غلوتال شنو غلوتال يعني يخرج من الرئتين أصلا ما له علاقة لا اللسان ولا كل ما له علاقة لأن هو جاي من الرئتين قبل الخارج نفسه بالضبط هو نفسه بالضبط اي نفس الفاول نفس الفاول عند النطق طيب نقطة رابعة يقول لك in the production there is narrowing هنالك ضيق ايش قلنا عليهم فريجاتيف الاحتكاكية طيب يقول لك the is are not among involved شلون ما دا افهمت شلون شلون ما ملونهن يا عيني ملونهن والله العظيم ملونهن بس انت جزء يمك النت ضعيف طيب طيب نجي على يقول لك فالر ستوب فويسد ويك شورت اند لينس اند ار فيتشر اوف ذا ساوند شوف شلون سؤال ذكي قايل لك هو فالر وهو ستوب وهو فويسد خلينا نشوف والله انا وياك يا هو الفيلر ويا هو الستوب هذا كله موجود بالجدول طيب يقول لك rising the soft but result in closing the way يقول لك ارتفاع سقف الحلق يكون عند نطق الأصوات الأورال النيزل الفوكال نمو أبوف يا هو الاورال اكتيفيتي النيزل كافيتي الفوكال فوتس يعني ارتفاع السافت بالت ان كلوزنج ذا واي تو يعني من يرتفع السافت بالت ايش راح يسبب اغلاق شنو هو اغلاق الاورال لو النيزل لو الفوكال النيزل بالضبط النيزل المنطقه الانفيه السافت بلت من ترتفع لي فوق راح تغلق المنطقة الفموية راح يخرج الهواء من خلال الفم. The tongue is not concerned in making the sound. اللسان غير مهم عندنا طبعا هذا هو نفس السؤال الهاء نفسه سؤال الهاء بس مكرر هنا خلينا نخليه بصف الهاء The tongue نفسه خاف يجيب لك إياه بطريقة أخرى The tongue is not directly كنت ما مو مهم عندنا نطق هذا الصوت. السلام عليكم العفو يا مرحلة. مرحلة أولى أسئلة وأجوبة. شكرا. حياك الله. دكتور صوت جاي قطع. والله هي هاي مشكلة النت مو بيدنا. طيب يقول لك
هذا ان اخذناها تقريبا الاسئله. طيب هنا عندنا كمبير، دائما يجي سؤال قارن، قارن يقول لك ما بين كذا. طبعا هو من يقول لك قارن، بالمناسبه من يقول لك قارن يعني معناها تعريف، يقول لك قارن ما بين الاورال والنيزل ساوند، تنطي تعريف كل واحد، الفويس والفويسلس تنطي تعريف كل واحد، كونسوننت، هاي كل تقريبا كل المقارنات اللي موجوده بالكتاب انا منطيك اياها، يعني خلاص امورك تمام تقريبا اغلب المقارنات اللي موجوده. وها ممكن يجيب لك مقارنه ما بين صوت وصوت، يعني ممكن يقول لك قارني ما بين الفا والف، انت شلون تقارن له؟ تذكر له ذن النقاط، تذكر له ذن المميزات، تقول له فويسد فويسد سترونج ويك، هاي من يقول لك سوي له مقارنه ما بين صوت وصوت. بالضبط، من يقول لك قارن لي بين الفا والف. وهاي عندك اسئله ايضا هنا، الاورال ساوند اللي هي اصوات الفمويه، الاصوات التي تخرج من خلال الفم، ساوند بروديوس وذاوت ثرو ذا ماوث، من خلال الفم. طيب وبالنسبه للاصوات النيزل هي الاصوات التي تخرج من خلال الانف. اما بالنسبه لاصوات الفويس فهي الاصوات المهموسه، هي الاصوات التي تخرج باعاقه باهتزاز للحبال الصوتيه، والفويس للساوند سبيتش ساوند بروديوس وذاوت فايبريشن اوف ذا فوكال كورد، الاصوات التي تخرج بدون اعاقه لمجرى الهواء. الكونسوننتس هي الاصوات التي تخرج من الرئتين الى الخارج ويكون هنالك اعاقه في مجرى. عفوا على المقاطعه دكتور، احنا عندنا ملزمه كل من هذا من البدايه، هاي الملزمه مسويت لكم اياها مختصره ومراجعه، انت قارئ الماده يم الكتاب يم الاستاذ ومضبطها، حياك الله ما يحتاج تجي تدخل دوره، عش جاي تدخل دوره وما يحتاج. انت ما فاهم من الماده، عفوا انا كلامي عام، كلامي عام مو عليك عيني، كلامي عام، فاهم الماده عن الاستاذ بالجامعه وامورك تمام، خلاص تعال يم هنا بس راجع، اذكر كلام الاستاذ عادي ما يهمك، مو مشكله. طيب انت تقول انا ما فاهم كل شيء من الاستاذ وما لحقت اقرا وتعليمي الكتروني، تعال اقعد اقرا ذن المواد وروح، احسن مما تروح كل شيء ما تجاوب، على الاقل تجاوب ذني تاخذ لك درجه توصلك للنجاح، الموضوع بقى يمك. تريد تقرا نفس الاسئله بس على كلام الاستاذ ماكو فرق، تريد تقرا بس يمي ماكو فرق. انا ما جبت لك هاي الاشياء من المريخ، جبت لك اياها من المنهج، كلها من المنهج، ما جبت لك شيء خارجي. اي طيب نفس الشيء، ما مزوي لك ما جايب لك شيء خارجي اطلاقا. طيب نجي على الكونسوننتس، الكونسوننتس هي الاصوات التي تخرج ويكون هنالك اعاقه في الفم، مثلا خلينا ننطق صوت الت، كنا كلكم وياي، يلا كلكم وياي، ت ت د، اكو توقف لو ماكو؟ اكو توقف لو ماكو؟ اذن هذول الكونسوننت نسميهم، كل اصوات الكونسوننت. طيب كلهم. طيب مثلا خلينا ننطق صوت الاي او صوت الاو، صوت الاو، الاو اكو توقف؟ لا، الهواء يخرج من الرئتين للخارج، هذا شو نسميه؟ نسميه باول، نسميه باول. اذا يقول لك ساوند بروديوس وذا فوكال كورد وذاوت ابستراكشن، وذاوت ابستراكشن، بدون اعاقه لمجرى الهواء، بدون اعاقه لمجرى الهواء. هاي تعاريف مهمه، يعني اكثر من اربع مرات خمس مرات اطب بالجروب، اكثر من اربع مرات خمس مرات اطب بالجروب او يجيك سؤال بالتعليقات، بنات طلاب نزلين سؤال، الاستاذ جايب لهم واتس ذا ديفرنسز بتوين فوكال فاول اند كونسوننت، ما هو الفرق ما بين الفاول والكونسوننت، جايب لهم الاستاذ هيك سؤال بس هم ما يعرفون يجاوبونه. طبعا هو هذا وين الجواب قدامكم كامل، بس مجرد تقرا الويك كونسوننتس والسترونج اصوات القويه والضعيفه، الحروف والاصوات كلها كامل، هذا الحكي بس مجرد تقعد تقرا. وهذا الجدول ايضا احنا ماخذينه اصلا، وهذا علمتكم علي ستوني، وهذا رسم ايضا اخذته، ان شاء الله باكر بعون الله سبحانه وتعالى نبدي لكم بصفحه 7 وناخذ هاي التعاريف وايضا نشرحها لكم ونحاول نوضح لكم الاماده. طبعا هن ايش قد تعاريف بالكتاب، جمعت لك كل التعاريف ب 29 تعريف، هذن اذا تقراهن اضمن لك تاخذ درجه كامله بالتعريف، اضمن لك تاخذ درجه كامله بالتعريف. تريد تقراهن حياك الله وعلى عيني وعلى راسي، ما تريد تقراهن خلي كتابك لا تسلم بالجامعه لان راح تطلع دور ثاني،
خليه لا تسلمه، نصيحة لله الطالب اللي ما راح يقرأ ما راح يتابع، نصيحة لله لا يسلم الكتاب للجامعة ولا ينطيه صديقه ولا ينطيه الواحد بالفيس يصير كريم، لا خليه يمك لأن أنت راح تحتاجه، راح تطلع دور ثاني صدقني، لا تزعل من عندي بس هذا واقع دا أحكي لك إياه من أرض الواقع، أنا غير خلي كتابك وياك لا تسلمه لأن راح تحتاجه، زين راح تحتاجه لأن راح تطلع دور ثاني، ما راح تنجح صراحة، اللي ما راح يقرأ يتابع ويانا يعني، والله العظيم بعد هذا الشرح وبعد هذا الترتيب انت نجاحك مضمون، هذه الملزمة راح تكون لك منقذ بمادة الصوت، وانا حقيقة احب اسميها المنقذ، ولكن الناس الاساتذة قاموا يبالغون وخربوها على يوتيوب، مصخوها، واحد مسمي نفسه الامبراطور، واحد مسمي نفسه الاسطورة، واحد مسمي ثاني عملاق، واحد بعد بس جليندايزر ما حد مسمي، فخربوها، وانا حقيقة ما حبيت هاي الاسماء يعني ما حبيتها، فقمت ما اسميها يعني، حتى ما لازم اسميه شيء طبيعي يعني، لان واحد بما يحتاج مبالغة، توفيق من الله سبحانه وتعالى، فاسأل الله سبحانه وتعالى ان يوفقكم يا ربي ويسهل امركم ويسهل لكم المادة ان شاء الله، قدمت لكم شيء البسيط وقدرتوا تستفادون من عنده لهذه محاضرتنا لهذا اليوم، باكر ان شاء الله نشوفكم بهذا الوقت ساعة 9 ونكمل لكم شرح التعاريف، واليوم أو باكر تكمل هاي الملزمة وتنزل لكم مجانا لا بفلوس ولا بمكاتب ولا شيء، اللي يريده من عندكم مشاركة الرابط ودعائكم إنه ونسأل الله سبحانه وتعالى يوفقكم يا ربي، لا نريد من عندكم لا تعليق ولا اشتراك، كل شيء ما نريد من عندكم، اللي يريده من عندكم تفرحونا بنجاحكم، هذا اللي يريده من عندكم وبس.